اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده متنوعه، لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. ايه البخل ده يا عم الشيف؟ مش بخل ولا حاجه، في خبره طهويه هنا، في فن طهوي ان احنا ازاي نعمل التشيز كيك بالفواكه. بما ان الصيف خلاص داخل علينا، في فواكه من خير ارضنا، عنب، تفاح، فراوله، خوخ، ازاي نجمع ما بين الفواكه دي كلها ونعمل قالب تشيز كيك فيه كل العناصر الغذائيه، بروتين هنلاقي، فواكه هنلاقي، فيتامين سي هنلاقي. معانا النهارده كمان الباميه. اوه باميه باللحمه الضاني دي حكايه، ده طاجن باميه باللحمه الضاني بالتاكيد مصري، ولكن النهارده الباميه هنعملها سلطه مشويكه. يعني اعملها سلطه النهارده بالزيت الزيتون والكزبره، هتعجبك قوي على فكره، وهتستلطفيها تاكلها بالعيش تبقى لطيفه وحلوه، وتاكلها من غير اي حاجه خالص مع فطيره الشوفان تبقى هيلسي وزي الفل. معانا الكرومبي الجميل الحلو ده كده هنعمله كمان النهارده سلطه، ده مش متوقف ان احنا نعمله محشي وبس. الكرومبي النهارده يتعمل سلطه ازاي؟ اخواننا في ماليزيا وفي شرق اسيا بياكلوه سلطات وبياكلوه مخلل بكثره على انه مفيد جدا، واكتر حاجه بيستفيد منها الكبد، بينشط الكبد. فالكرومب النهارده هنعمله سلطه على طريقه الشيف المغازي، هتعجبكم برضو بطريقه جديده. في تفاصيل كتير النهارده في الحلقه، حلقه فيها كمان خبره طهويه، ازاي مفيش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، والشيف المغازي هيعمل سفره فيها كل العناصر الغذائيه اللي يستفيد منها الجسم على حسب اعمارهم. هنطلع فاصل صغير ونرجع للخبره الطهويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هتعمل لنا يا شيف النهاردة؟ هنبدأ طبعا بالبامية، نعملها ازاي سلطة، دي الأول مرة وحقوق الطبع لدينا وبس. وازاي نحافظ على خضار البامية ونضارة البامية بلونها الأخضر الحلو بعد الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده، دي من خير أرضنا، بامية طازة والله أمعناها واتغسلت. دي معانا، معانا بصل، ومعانا توم، معانا كزبره خضراء، كزبره ناشفه، عصير ليمون، زيت زيتون. نعملها سلطه ازاي للناس اللي مش حابه تاكلها بلحمه ضاني، مش حابه تاكلها بالطماطم؟ تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي، ايه التفاصيل العلميه الطهويه بطريقه صحيه نعملها سلطه، هو ده اللي يهمني. مقاديرها على الشاشه، باميه، بصل، وتوم، وزيت زيتون، وعصير ليمون، ونوعين من الكزبره، كزبره خضراء وكزبره ناشفه. والباميه معانا الشكل الجميل بصراحه تفتح الشهيه من خير ارضنا، اهي طازه زي الفل. ما تجيبهاش شيخه، جيبها بالحجم ده حلو قوي. اول حاجه بنحط شويه زيت زيتون. حلو قوي. زي الفل. مع زيت الزيتون ده يا عم الشيف بصلايه ناعمه والتومه ناعمه. حلو قوي. ادي البصلايه ومش هنستنى عليها لما تتحمر. مش عايز احمرها انا. اللهم صل على النبي. اهي. في حالة احمرار البصلة بننزل بالثوم الطازة. الله على الريحة، هو ده. ثوم، درانيات، بصل وثوم، كلنا عارفين بالأبحاث العلمية والعلم لما يتكلم سمع هس، مفيدين جدا لتحريك الدورة الدموية في كل أنحاء الجسم. من الأعلى للأسفل ومن الأسفل للأعلى، درانيات زي إيه يا عم الشيف؟ بصل، ثوم، جنزبيل. الجذور اللي هي بتزرع في الأرض، اللي بتسرح في الأرض. زي البصل والثوم والجنزبيل، كل دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتفيد الجسم، خلي بالك، ومفيش منها اضرار ابدا. عمرنا ما سمعنا واحد عنده الضغط ما ياكلش بصل، كلنا ما سمعناش ما واحد عنده الضغط ما ياكلش ثوم. بصل، ثوم، جنزبيل لاي امراض هي علاج اهو. بصله والتومه في قلب النار مع زيت زيتون، استنى عليهم كده لما ياخدوا ايه لون بالشكل ده كده اهو. اللهم صل على النبي على الريحه، حلو قوي. ننزل بالكزبره الناشفه. فينك يا كزبره؟ ايه اللهم صل على النبي. شويه حلوين قوي ونحمر كده زي الفل. عايز الباميه دي يبقى لونها اخضر، اعمل ايه؟ والخضار هيجي منين؟ هسه حالا نعرف الخضار هيجي منين. بصله، التومه، ننزل بالملح. وجود الملح مع الماء المغلي هو اللي بيساعد على الباميه تكون خضراء، هو اللي بيساعد على البروكلي يكون اخضر، هو اللي بيساعد على الفاصوليا تكون خضراء. زي الفل يا عم الشيف. هناخد الباميه الحلوه دي كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، نحطها هنا
حلو قوي زي الفل. نقلب بالراحة كده بصلايه. شايف اللون ده كده؟ شايف البامية ولونها وجمالها؟ سلطة بصلاية مع التومة مع زيت الزيتون مع الملح مع الكزبرة. توب البامية تشرب من كل ده. بيكون على جنب البوتاجاز كده أو في المطبخ عندك براد المية بيغلي اللي هو براد الشاي. لازم تنزل المية مغلية دلوقتي حالا ونغطي البامية دي ونسيبها إيه تستوي. الله دي لأول مرة نعملها سلطة. الناس اللي مش بتحب البامية بالطماطم، مش بتحب البامية باللحمة، مش بتحب البامية بشوربة المرق واللحمة، الحاجات دي كلها على نار شديدة وبنقلب. كل القصة دلوقتي هناخد مغرفة ماء مغلي. غطى الحلة فين معايا؟ اللهم صل على النبي. زي ما هي كده اهي. هو ده هو ده. ده انت مش معايا من الاول بقى. طماطم مين يا غالي؟ هنا الطماطم مش موجوده خالص معانا، خلي بالك. دي ميه عاديه خالص مش شوربه. واسيب الباميه بتاعتي تغلي في قلب الميه. شايفه خضرها ولونها؟ الخضار ده جه منين؟ لان انا حاطط ملح. واسيبها تستوي تاخد راحتها في السوا. تقوم الباميه تشرب طعم الكزبره، طعم البصلة، طعم التومة. في الآخر خالص لما أجي أقدمها بحط لها عصير الليمون مع زيت زيتون وكزبرة خضراء. تاني لما أجي أقدمها بحط لها عصير الليمون وزيت الزيتون والكزبرة الخضراء. البامية اخضرت لونها حلو ازاي؟ تتاكل زي ما هي كده. هغطيها واسيبها تغلي زي الفل. خلصنا من البامية. ايه المطبخ السهل ده يا شيف؟ الله يبارك لك، حلو قوي. نخش على اللي بعده. اللي بعده عندنا كرومب. كرومب يا شيف بيعمل لي انتفاخ مع الكولون، ما بقدرش اكله. المدام لما بتعمله محشي يعني بقدر بحب المحشي وكل حاجه، بس لازم يجي لي مشكله معايا مع الكولون. انا النهارده هعمل الكرومب ده سلطه مع حضراتكم كده واحده واحده. بما ان الكرومب قيمته الغذائيه عاليه جدا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه، فتعالوا مع بعض نشوف نعمله سلطة ازاي. والمقادير على الشاشة. كرنب بلدي بقى، كرنب بقى الكبيرة دي مفيش أي مشكلة. ده الكرنب معانا. معانا بصل أخضر، معانا شبت، معانا فلفل ملون، معانا توم، معانا بصل. كل ده معانا في السلطة اللي أنا هعملها النهاردة. وأريحك من إنك تعملي محشي. المحشي ما نستغناش عنه. صينية حلة المحشي الكرنب دي طبعا أنا بضعف قدامها، بكل حلة كاملة. ولكن انت ما عندكيش وقت، واحنا عايزين القيمه الغذائيه بتاعه الكرنب بما ان هو بيفيد الكبد وبينشط الكبد وخاصه الجهاز الهضمي، فنقدر نعمله سلطه. تعالوا نشوف نعمله سلطه مع بعض ازاي بمقاديره. ادي الكرنبايه الحلوه، اللهم صل. باخدها كده نصين وامسكها اقطعها كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. حلو. التقطيعه دي مهمه جدا، كانك هتعملي سلطه الكولسلو اللي احنا عارفينها، اللي هي عباره عن كرنب مفروم ناعم. دي سلطه الكولسلو عباره عن كرنب مفروم ناعم. بتاخد مايونيز او بتاخد زبادي ورشه سكر، والبعض بيضيف لها شويه زبيب او جزر مبشور حسب الرغبه. كرنب بيتقطع بالشكل ده كده، التقطيعة دي مهمة اهو. أيهما أفضل، الكرنب البلدي ولا الكرنب العادي ده؟ لا، كرنب السلطة أفضل يعني. بيدينا كمية كبيرة شوية. وعلى فكرة السلطة دي كل ما تقعد في التلاجة كل ما تحلو. عاملة زي سلطة السبانخ كده. شوية الكرنب دول زي الفل. أنا خدتهم زي ما هما كده يا عم الشيف. عندي طاسة على النار، اللهم صل على النبي. بتسخن معايا، شيل الغطا ده كده، بنحط في الطاسة دي شوية زيت زيتون. نعم عينيا، الحلة دي معكسنة، شيلها من هنا خالص يا فندم. ريحك من حلو قوي.
الطاسة على النار، سيبها زي ما هي كده، وخلي الكرنب على جنب كده. عندي بصلة حلوة اهي، بحط برضو شرايح كده، البصل ده جميل على فكرة لما يتحط في السلطة. حلو، التقطيعة دي مهمة اهو. ناخد البصل ده عامل شيف زي ما هو كده، تحميرة في الأول، اللهم صل على النبي. حلو، مش لازم تعمله كل يوم محشي. نقلب البصل الحلوة دي كده، البصل بيوجع عينيا، عشان كده ما برضاش أخش المطبخ. أقول لك على تركية حلوة دلوقتي، خلي لك البصل ده يستوي بسرعة، شوية زعتر حلوين، اللهم صلي على النبي أهو. يوم الزعتر يطلع ريحة البصل دي زي الفل كده، تحميرة حلوة لغاية لما أشم ريحة الزعتر مع البصل. نعم عينيا، عايز تشوف البامية؟ شوف البامية بتتدلع ازاي، شوف البامية وحلاوة البامية، شوف البامية وحلاوة البامية عينيا. آه. الله الله على الحلاوة، زي الفل، كل حاجة على النار قدامك يا غالي. خلي البصلة تاخد لون كده بالراحة. عندنا الكرنب بتاعنا ينزل على البصلية بالشكل ده كده. خلي بالك الكرنب زي الورقيات، كرنب سبانخ خاص، أول ما بيشم النار بيضعف على طول. دول هتلاقيهم بعد شوية شوية صغيرين، خلي بالك. على فكرة ممكن تعملوا رز بالكرنب، وأنا عملته قبل كده برضو للناس اللي هي بتحب تاكل محشي، مش لازم إن احنا نقعد ونقعد على حلة محشي نلفها. سيب الكرنب كده، ناخد شوية مية مغليين. الله، أنا بعشق الصوت ده، هو ده. ونسيبه يستوي، هو بيستوي يا عم الشيف عشان ما شغل الكرنب، شوية الكمون، اللهم صل على النبي، شوية الملح كده، ونغطي الحلة بتاعتنا دي يا عم الشيف مع سنة شبت صغيرة. الشبت يزيل الانتفاخات، وخاصة مع الورقيات زي الكرنب. ونغطي الحلة بتاعتنا دي، ونستأذن مخرجنا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اهي اغطي الحلة، اغطيها دي لازم اغطيها عشان الكرنب. هو ده، معايا الكرنب على النار، معايا البامية بتستوي على النار، لطيفة على فكرة، عايزك تجربيها سلطة، وعشان تاكليها سلطة حلوة. شايفة الخضار بتاعها وجمالها دي، لازم تبرد كويس، وبعد ما تبرد تعمليها بقى زي أي نوع خضار، حطي لها زيت الزيتون وعصير الليمون مع فرمة من الكزبرة الخضراء، هتاكلي صوابعك وراها. حابة تحط معاها طماطم سلطة برضو مفيش مشكلة. التفاصيل دي هنعرفها بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع لحلقة النهاردة. وصحتك في أكلتك، والأكل بتاعنا هيلسي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. تعبنا من الكلام ده، خلونا ننفذه مع بعض كل يوم، حد من كل أسبوع عملي بتفاصيل صغيرة وبتكاليف قليلة جدا. الأكل بتاعنا هيلسي. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة، والمعنى كبير والطعم جديد مع أكل هيلث النهاردة. لما نيجي نقيمه بنسب معينة، نسب حسابية، يعني نقدر نقول بنسبة 99.9. تعال على عينك يا تاج، شفتوا مكل الزبدة بينا في البامية؟ هي زيت زيتون، البصل والثوم، وحطيناهم مع البامية وبتستوي على النار. نيجي للكرنب بتاعنا الجميل أهو، اللهم صل على النبي، زي الفل. ايه الحلاوة دي؟ طبعا خلاص ده هبطة. بص شفت الحلاوة؟ خلاص اهم حاجة انك تغطيها وتسيبها ايه، تغلى على النار، تلاقي الكرنب فك اهو. تعالي قلب الكرنب ده قبل كده، عمره ما يتقلم معاك. الله الله على الريحة وجمال الريحة. شوية كرنب حكاية، وشوية الشبت هنا في قلب الكرنب خلوا صوت الكرنب هادي من مشاكل القولون. الريحة بتاعت الكرنب طبعا بتمشي في البيت، تخش على غرفة الملابس، على الصالون، على الانتريات،
وانت في المطبخ يخش الراجل يشم ريحه الكرنب في كل حته. انك تحط شويه شبت وشويه كمون دي حكايه بقى خلاص، مفيش. انا مش شامم ريحه كرنب خالص دلوقتي، خلي بالك. الشبت يمتص رائحه الكرنب في حاله سلقه وفي حاله طبخه. يسيب الكرنب على النار يكمل سواه مع البصله. الله، زي الفل. لسه ما استواش، انا عايزه يستوي. عندي بقى التركية بتاعت المغازي، الفص التوم الني اللي في قلب الكرنب. شفت التركية دي؟ هو ده. ما حمرتوش ليه يا شيف؟ عشان ما يغليش طعم الكرنب. نسيبه يستوي في قلب الكرنب كده، التوم، التوم الني. دي خبرة طهوية، دي بقى دي فنون الطهر. ما خدتش البصلة والتومة زي البامية وحمرتهم، لا خالص، الموضوع هنا مختلف. لأن التومة لو حمرت هنا هتقلب لي كيان الكرنب. واسيبهم على النار كده واغطيها تاني، ونرجع نكمل الحدوته بتاعه الباميه. اللهم صل على النبي. نصفيها بقى ونشيلها. هو ده. الله 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 الله. حلو قوي. فين اللحمه يا شيف؟ فين الهوبر يا شيف؟ دي سلطه باميه يا ست الكل، انت جايه متاخره. احنا معادنا الساعة واحدة كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية للناس الطيبة اللي بتتابعنا في كل دول أنحاء العالم. فدي بامية سلطة، ما هيش طاجن بامية باللحمة الضاني، خلي بالك. مش ويكة. صفيت البامية، خدتها بسيبها تبرد، ممكن تحطها في التلاجة بعد شوية. عندك كزبرة خضراء بقى، عندك عصرة ليمون حلوة، زيت زيتون. البامية هنا خدت الطعم بتاع البصل والثوم، أشيل دي، دول مش عايزهم، زي الفل. وأسيبها لما تبرد شوية، ما استعجلش عليها. ونخش على اللي بعده. إيه اللي بعده يا عم الشيف؟ اللي بعده عندنا التشيز كيك. هنعمل التشيز كيك ده بطريقة بسيطة النهاردة وسهلة، ولكن هتشتغل في حلو يبقى لازم نغير الجلافزات بتاعتنا، ونغير البلانشة، ونغير السكينة، ده الطبيعي. لأن الفواكه اللي عندي فواكه حساسة، عنب، تفاح، فراولة، خوخ، ممكن تحطي موز، ممكن تحطي مانجا، زي ما أنت عايزة، أي فواكه عندك حطيها. بس ما نقدرش نستغنى عن الفراولة ولا العنب. بيدي فليفر وطعم حلو مع الجبنة الكريمي، والزبدة، والسكر، كل دول مع بعضيهم. سلطة النهارده التشيز كيك بتاعي قيمته الغذائية عالية جدا، غني بفيتامين سي، والمقادير على الشاشة. تقدر تصورها بالتليفون سريعا عشان نكسب وقت، لأن وقتنا من ذهب على شاشة القناة الأولى. تعالوا نعمله مع بعض. البامية هنا بنسيبها لما تبرد، وهطفي النار دي عشان أنا مش عايز نار. وربنا يكفينا شر النار، قولوا آمين. أهو زي الفل، آدي كده تمام. بس خلاص، هنخلي الكرنب البامية هنا كده. ونطلع الكبة بتاعتنا اللي هتفرم البسكويت مع الزبدة. ألف باء تشيز كيك، بسكويت بالعسل، بسكويت سادة زي ما احنا عايزين. هنفرمه مع زبدة. ألف باء تشيز كيك. ولكن التركية والخبرة الطهوية في التوبنج اللي هي الحشوة، الجبنة الكريمي. حلو الكلام؟ عندي كده بشرة الليمون دي، وعندي بسكويت يا عم الشيف، وعندي زبده يا عم الشيف، وعندي شويه سكر بني، سكر ابيض. ما لقيتيش في المنطقه اللي انت ساكنه فيها سكر بني، ما تعيطيش ولا تزعلي ولا اي حاجه، لان معاك الشيف المغازي. كان نفسي اعمل التشيز كيك النهارده والله، والشيف عجبني. طب اعمله ازاي وما فيش سكر بني عند الفكهاني او عند بتاع الخضار؟ اعمل ايه؟ انت مع الشيف المغازي، لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. اسمعي بقى الحته الحلوه، لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. هتجيبي معلقه عسل اسود تحطها على السكر الابيض بتاعنا اللي بناخده على بطاقه التموين، يتحول لسكر بني، هو ده السكر البني. ايه رايك؟ معلقه عسل اسود على كوبايه سكر عاديه، وتقلبيهم على العسل الاسود على السكر الابيض، يتحول لسكر بني. حلو الكلام؟ هنبدا ناخد الخلاط بتاعنا او الكبه. لا تفكري ولا تحتاري مع الشيف المغازي، هخليكي تختاري. هناخد كبة، اللهم صل على النبي، ونحط البسكويت بتاعنا الحلو ده كده. في بسكويت بالعسل في السوق سعره غالي شويه،
انا مش بحبه، خلينا مع البسكويت ده اللي ما فيهوش طعم عشان احنا نحط له الطعم. هي دي الشطاره. عيني اهو، هقعد نلفه كده. هو هو ده. هنحط بشره الليمون هنا على البسكويت. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ خليكي معايا للاخر يا ست الكل. هنحط الزبده على البسكويت. حلو الكلام. حطينا زبده وحطينا بسكويت وبشره ليمون، اللهم صل على النبي. وعندنا سكر بني، قصدي سكر ابيض، انا اسف. السكر الابيض ده كده بنحط منه شويه. حلو. وعندنا كمان سكر بني. وينه؟ اهو معانا زي الفل. تمام. وعندي كمان شويه بسكويت هنا بحطهم. كل دول مع بعضهم يعمل شيف. اه. ونشغل الكبه بتاعتنا كده ونعتذر عن صوت الخلاط. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. نعتذر عن صوت الخلاط كمان مره. طبعا لازم لما نشتغل في الحلو ناكد ونامن ان كل حاجه تبقى نظيفه. حتى ملاحظين اي بصل اي توم انا خلصت منه، حطيت اللي حطيته على النار وشغال كده زي ما انا، وغيرت الجلافزات بتاعتي وشغال زي الفل. نيجي للخلطه دي كده. هو ده. اه الله، شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده كده؟ ده التشيز كيك بتاعنا. اه الله، زي ما هو كده. طبعا ده معمول بزبده ايه؟ طريه، ما دخلتش النار. طبيعي الزبده ايه لما بتتعرض للتبريد بتجمد، فهنا القوام هيجمد لما يتحط في التبريد. وعشان تاكلي تشيز كيك حلو بطعم حلو وبتكنيك عالي لازم تحطيه في التلاجه مش اقل من 5 6 ساعات حسب حجم القالب اللي انت عاملاه عشان تاخديه صح، زي ما بنعمل قدره قادر كده، الكيكه بتاعت قدره قادر. عشان تاخديها صح وتاكليها صح لازم تقعد في التلاجة مش اقل من ليلة كاملة. حلو الكلام. اه هناخد الخلطة دي كده. اللهم صل على النبي. دي لو سبناها شوية في التلاجة هتلاقيها مسك على طول. ده بسكويت. نطلع من موضوع التشيز كيك ده واقول لحضراتكم على معلومة حلوة. شفت بقى الخبرة الطوية بتلعب دور كبير ازاي؟ ده حلو لوحده. هتجيبي شوية جوز الهند الناعمة اللي بتحطها على البسبوسة، يا بسبوسة، وقلبيها مع الخلطة دي، وتعملي كور صغيرة كده وتسميها كرات البسكويت بجوز الهند. الله عليك يا عم الشيف، حلوة اهو، حلو من بلاش، طلع بإيه؟ بالصدفة. تاني، هتجيبي جوز الهند الناعمة اللي بتحطها على البسبوسة، يعني على الكمية دي تقريبا كوباية، وتعجين الخلطه دي كلها جوز الهند مع الخليط ده. حلو الكلام. وتبقى هنا عملت حلو اسمه كرات جوز الهند بالبسكويت، او كرات البسكويت بجوز الهند. دي مدرسه. عندي القالب اهو، باخد الخلطه دي يا عم الشيف. اخبار الكرومب ايه؟
عادي وانت واقفه في المطبخ كده بص على كل حاجه، ما تخليش حاجه تبهرك وتخطفك من الحاجات التانيه، ده مهم جدا على فكره. شغاله في المطبخ اهو، شوف الكرنب اخباره ايه، استوى اهو. الله الله على ريحته الحلوه، الله على جماله. الشبت هنا ولا شامم ريحه للكرنب خالص، وشويه التوم مدلعينه اخر دلع. التوم الطازه، التوم البودر هنا ملوش مكان بينا، زي الفل. نرجع تاني لموضوعنا، هنجيب بوله كده فيها شويه ميه عشان نشتغل شغل على اصوله، اللهم صل على النبي، ونحط الميه هنا دي كده. التوم الليمون المبشور اللي حطيته على الزبده حكايه، الليمون المبشور هنا جوه الخلطه دي مطلوب. نحط دي كده في الميه ونشتغل كده تاني اهو، تاني اهو، تاني اهو، ونفرتها كده. تاني تاني، اهم حاجه هو سياح الزبده، ونعمل كده سور، سور المحبه، سور الامان اهو. تاني التشيز كيك نوعين، نوع بيخش النار ونوع ما بيخشش النار. اللي انت هتعمله ده يخش النار يا شيف؟ لا طبعا، النوع اللي بيخش النار اللي هو عامل زي الكريم كراميل، الحشوة بتاعته بيض وحليب وجبنة كريمي، بيض وحليب وجبنة كريمي، بينضربوا كلهم مع بعضيهم وتحط توبنج هنا، ده اللي بيخش النار. بعد ما يطلع من النار يقعد في التلاجة ليلة كاملة، واعتقد ده اللي موجود في بعض المحلات عشان بيستخدموا انواع من الجبن تكون رخيصه علشان توفر عشان نكسب كتير، فبيحطوا له البيض والكريمه ويدخلوه النار. اما التشيز الكيك البارد هو اللي بيقدر يقول لك الجبنه دي نوعيتها ايه. انا بقول لكم على اسرار لطيفه وجميله. علشان احط حشوه دلوقتي بناكل حبيبي، مخرج ده بيسأل سؤال مهم، واضح انك انت بتمارس مهنة الشيف بعد ما بتروح يا شفيق. قول لي بقى، بتمارسها بحب ولا ده اجباري؟ ما في راجل يخش المطبخ اجباري وعشق، العب يا سمك. هو ده، انا احترم الراجل اللي يخش المطبخ يعني يقول لها بص بقى ما دام النهارده انا رايحك من المطبخ، تعالي بقى نعمل انا اكل. عادي ممكن تخش تساعدك عادي، نقول حدوته حلوه، حكايه حلوه، نعمل طبق مكرونه، طبق رز حلو، كبده، رجاله شطار في اعمال الكبده وسندوتشات الكبده، سجق، الحاجات دي كلها كده. القالب تمام جاهز، والقالب غالب، نشيل دي من هنا. تعالوا نعمل التوبنج مع بعض واحنا شغالين كده واحده واحده. التوبنج عباره عن ايه بقى؟ فواكه، ممكن تكون فراوله بس، ومعانا جيلي، الجيلي بتاعنا جيلي فواكه برضو، خلي بالك انا بجيب الحاجات اهوت واحده واحده. ده جيلي جاهز عندي، ده اناناس لان ما لناش فاكهه فيها اناناس، يعني لان الاناناس لازم نشتري واحده سليمه، فجبنا جيلي اناناس. واهو ده الجيلي اللي هو الجيلاتين. ده مش ماسك جامد، بص عامل ازاي اهو، متهيالك ان هو بص سايب كده بيقعد عشان كده الاطفال يحبوه. ده جيلي اناناس موجود معانا. لا ده هو كده علشان هيجمد بعد كده. مخرجنا الجميل، الله عليك يا شفيق. الجيلي ده انا ما جمدتوش جامد لان انا هقلبه مع الفواكه، عشان الفواكه دي لونها ما يسودش، فلازم تلاحظوا انت كما بتروحوا محلات الحلويات الكبيره وتشوفوا تورتايه في قلب الباترينه وفي قلب الثلاجه بتاعت حفظ الفواكه، بتلاقي التورتايه جوه منوره وبتلمع، تقول الفواكه دي طب انا بجيب فواكه، الفواكه دي مش منوره وبتلمع ليه؟ هقول لك على التركايه. بيجيبوا الجيلاتين ده الباودر اللي هو لا رائحه ولا طعم ولا لون، لونه ابيض، وتحط عليه ويسيح، وتحط عليه معلقه زبده، ونمسك بالفرشاه نلمع الفواكه اللي على التورتايه دي، تلاقيها بتلمع، عشان كده بتلاقي عليها التوبنج كده او طبقه من فوق بتلمع،
تلاقي الفواكه تقعد لك اسبوع في قلب التلاجة، بس تيجي تاكلي منها تلاقي فيها ريحه، خلاص بقى الفواكه ضربت ومحطوطه في التلاجة زي الفل، فتاخد التورتايه حلوه من عند الراجل بتاع الحلويات تروح البيت تلاقي الفاكهه فيها ريحه. ليه؟ التوبنج بتاع الجيلي مغطي الفواكه، بس الفواكه طبعا لها تاريخ وقت ولها صلاحيه. الفواكه هنا معانا طازه زي الفل، هنبدا ان احنا نقطعها مع بعض كده واحنا شغالين. انا بشرح لحضراتكم التفاصيل الصغيره اللي تقدر تفيدك وانت في المطبخ تعملي كل حاجه. ادي الفواكه اهيت، ده خوخ سكري بنقطعه كده زي الفروت سلاط يعني، بس انا حابب اقطعه مع حضراتكم. ده خوخ سكري بتاع سينا وبتاع الواحات، الحاجه الجميله. تحيه كبيره لاهالي سينا وشعب سينا، الناس الطيبه ابطال سينا اهو. الراجل يقول لي عايز خوخ سيناوي بتاع سينا، اقول له هات اول ما اسمع سينا اهو. شايف الخوخ ده كده اهو حلو. معانا عنب، العنب طبعا في السوق دلوقتي انواع واشكال والوان، تجيب العنب اللي من غير بذر عشان حماتك لما تاكل من التشيز كيك ده ما تبوظهاش سنانها، خلي بالك. تجيب العنب اللي من غير بذر، اي حاجه بسيطه اهي. هتقول لك يعني ما ترتي عملت كل ده يا سعاد ونسيت يا سعاد تشيل البذر اللي جوه العنب، يعني تعبانه طول النهار واقفه في المطبخ. نعم حاضر ماشي، نطلع من سعاد يعني. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير واشتري العنب من غير بذر عشان نبدا نقطع الفواكه احنا مع بعض ونعمل لها التوبنج الجيلاتين بتاعنا. ومعانا جبنه كريمي، جبنه كريمي يعني نوع لطيف وجميل بتشتريه من السوبر ماركت ما يكونش فيه ملح طبعا. ونشوف هنرجع فاصل بعد الفاصل ده نعمل التوبنج بتاعنا ازاي، ونغرف الباميه سلطه ونغرف الكرومبو سلطه. وحلقات النهارده عنوانها لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن اكل هيلسي بيناسب كل الاعمار حسب رغبه حضراتكم وافراد الاسره. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز ايدك الحلوه دي كده تلمس الفواكه وخير ارضنا، فراوله، تفاح، حطي جوافه اذا عندك، موز مفيش مشكله، بس انا حبيت اجيب فواكه النهارده. بلوبري مع ان سعره غالي مفيش مشكله عادي، بس هو دلوقتي رخيص عاملين عليه عرض. كل ده مع بعضه اهو حلو قوي. كل الفواكه دي مع بعضها شكلها حلو ولطيف. في خوخ هنا اهوت كنت باكل وانا شغال. الخوخ ده جميل جدا، طعمه سكر خاصة الحبة المستوية، أنا بعشقه. بتاع سينا. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ زي ما هو كده حلو أوي، بنحط شوية سكر حلو أوي تمام، نحط شوية قرفة ناعمة. في فواكه بتحب القرفه زي التفاح حبيب القرفه، ابل باي، ابل اشترودل. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. انزل بقى بالجيلاتين ده، هو ده. الفواكه دي لقعدت شهر عندك لونها كده مش هيتغير ابدا، لان في فواكه غنيه بالحديد، تفاح الاكسده بتاعته، عشان كده البيبي الصغير ابنك الصغير في البيت ليه خد من حته تفاحيه قطمه وسابها، دورت ظهرك لقيتها اسودت على طول. الموز وهكذا، الخوخ، الحاجات دي خلي بالك لما بتحط عليها عصير ليمون او الجيلاتين ده بيخلي اللون بتاعه زي الفل. الفواكه زي ما هي كده بتلمع كانك شايفاها في الباترينه عند الراجل بتاع الحلويات. حلو الكلام. هنحط شويه من الكريمه دي كده. الله، شفتوا بقى فايدة الجيلاتين هنا ايه؟ لما يبرد بقى في التلاجة ده يمسك كل الفواكه دي. وجيلاتين تقيل خلي بالك، احنا دوبناه في مية مغلية وحطيناها. نبدأ نصب الفواكه دي في قالب التشيز كيك. حاجة جديدة يعني. طبعا المغرفة اللي تشتغلي بيها ما عدتش الا على توم ولا بصل ولا أي حاجة. هناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعبي هنا. الله،
ممكن تعمليه بالفراوله بس. بس احنا عاملين فواكه كتير النهارده. الله، دي لما يخش التلاجه بقى ياخد وقته، ده ما يتغلبش دلوقتي خالص، ده خليه في التلاجه فتره الليل ودقات ساعات الليل. ايه الحلاوه دي يا عم شيخ؟ ايه الجمال ده؟ فواكه كل يوم، فروت سلطه، بغيري باكو وبسكويت من الاولاد مش عايزين ياكلوه في البيت، هتضربيه في قلب الخلاط مع شويه عسل مع شويه زبده، ممكن تحطي بدل الحليب اللي انا حطيته ده عسل على فكره، يعني انت ممكن برضو فكره بدل الحليب اللي انا كنت بحطه في قلب الخلاط حضرتك تحطي ايه؟ عسل. هناخد يا عم الشيف الجبنه الكريمه دي كده، بننزل بقى هنا كده حلو، ونقلبها مع عصير الفواكه ده كده. الله الله على الحلاوه، الله على الجمال. وننزل بهنا كده اهو، تشيز كيك بالفواكه، ابداع ده يا شيف، ابداع ابداع. فيتامين سي موجود، حديد موجود، كل العناصر الغذائيه اللي تحلمي بيها موجوده في قلب القالب ده، والقالب غالب. عرفتي ليه انا كنت برفع السور بطلع بعلي السور بتاع البسكويت مخرجنا؟ عشان الحشوه توصل للاخر. اللهم صل على النبي. حطيه في التلاجه بقى يا ست الكل فتره الليل، يكون الجيلي ده شد مع الفواكه والبسكويت شد مع الزبده وكله مع بعضه بقى انسجام واحد. الف انا وشيفا للي ياكل، هتزينيه الطبيعي. الله على الحلاوه، خد مني شغل كتير عشان كده سايبه للاخر. بس انا واقف في المطبخ مش بهزر، انا واقف في المطبخ، الباميه سويتها، كرنب خلاص شلته من النار، الحاجات اللي هي اساسياتها انا عملتها. فعشان كده انا عايزك تتعلمي الوقفه دي في المطبخ، وقفتي ساعه زمن تعملي كل حاجه. خلي بالك واقفه في المطبخ بتعملي حاجه حلوه، بتعملي كيكه، بتعملي كب كيك، بتعملي فطاير، ترمي الحاجه على النار، عندك الفرن شغال ومولعيه عشان تحط صينيه مكرونه بشاميل، خمس ست بصلات حطهم في قلب الفرن، شويه بطاطا مشويه في قلب الفرن، بطاطا عاديه حطها في قلب الفرن بطاطس يعني، بعد ما تستوي حط عليها مايونيز وكليها بالف انا وشفا لاطفالك الصغيرين، وهكذا. ناخد حبات الفراوله دي نحطها هنا كده. الجارنش بقى، العين بتاكل يا عم الشيف، ده نعناع بتاع النعناع، الحاجات اللطيفة دي، يبقى كل مثلث من ديت فيها ايه؟ نعناناية، ولا كده نعناناية ولا نعناعة، أنا عايز أقول ورقة نعناع، كل مثلث من دول فيه ورقة نعناع. حاضر، صحح لي أنت اللغة العربية، أنا عارف بهزر. وخلي بالك احنا قاعدين في البيت بيكلموني بيقولوا يا شيف مغازل، طول ما الحلقه شغاله على شاشه القناه الاولى وفي الخارج والله بتجيلي تليفونات، احنا بنحس ان احنا في مصر من غير لما نقطع فيزا ولا تاشيره، رحنا مصر ورجعنا في ساعه زمن، لان بنحس انك انت قاعد بتتكلم في وسطينا باللغه بتاعتك، بتلقائيتك، ببساطتك، بوطنيتك، كل ده في قلبيها زي الفل. شفتوا الجمال؟ هو ده. هعمل ايه تاني؟ هو ده فراوله، قطع فراوله كده تبان على الوش. بحب انا الحاجات دي، خلي بالك. ممكن توت، واحنا في الموسم بتاع التوت على فكره، ده نصور معاه ما ناكلوش ده، بس ده لازم عشان ينجح لازم يتحط في الثلاجه مش اقل من خمس ست ساعات عشان يتقلب سليم. كل ما تقطعيه طبعا هتلاقي فيه فواكه وتلاقي فيه حاجات حلوه قوي على فكره، ده مهم جدا. الله، والحبات الخوخ دي الجميلة، يلا ده مكانه هنا حلو، يلا ألف أنا وشفا اللي ياكل. تمام، تعالوا مع بعض نكمل بقية شغلنا. عندي البامية هغرفها وتبلها، حلو، دي بامية اهيت، فاكرينها البامية دي ولا نسيناها؟ أكيد التشيز كيك خطف الأنظار. دي البامية، بسم الله الرحمن الرحيم، السفرة، الإنتاج بتاعنا، ده مكانه هنا حلو زي الفل. نغرف الباميه مع بعض بسرعه، اول نتبلها التتبيله بتاعتها زيت زيتون،
عشان تاخد اللمعه بتاعتها. شفت بقى الباميه دي؟ باميه دلوقتي دي سلطه، اتعاملي معاها لانك بتعملي سلطه خيار مثلا. اهي شفت الباميه بالشكل ده كده زي الفل، زي الفل يا غالي. اه دي الباميه مع لايك في لفله حلوه. الله الله على السلطه دي. كزبره خضراء على الباميه، عصره ليمون على الباميه. الف هنا وشفا، نقلبها ونغرفها. اه انا حاطط ملح، انت فاكر؟ ما هو الملح اللي مخليها خضره كده. مخرجنا بيقول لي نسيت تحط الملح، انت مش متابع معايا من الاول. وجود الملح في الماء المغلي حاله سل الخضار زي الباميه زي الفاصوليا، عشان كده ما سودتش زي البروكلي، هو اللي بيخلي طعمها حلو. والله العظيم تاكلي بامياه من دي، ايه حكايه بامياه دي؟ تاكلي حبايه الباميه من دولت تاكلي صوابعك وراها. طبق الغرف، طبق التقديم بسرعه. حلو زي ده كده، الف هنا وشفا، بتستاهل والله. هنا الله، ادي الباميه، خش يا تمساحه. هو ده، العب. انا اول مره اشوف الباميه تتعمل كده شيف مغازي. الهنود بياكلوها كده سلطه، بيحطوا لها كاري، المطبخ الهندي. جربي بالله عليكي تعملي الباميه بالطريقه دي وقولي لي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعض فين؟ احنا بنتواصل مع بعض، مفيش اي مشكله. قولي لي رايك فيها ايه. ريحي الباميه من اللحمه الضاني، مش كل يوم باميه باللحمه الضاني. اه روق عليها يا عم الشيف. الباميه بتحب الطماطم؟ مش هحرمها من الطماطم، معايا طماطم شيري لطيفه اهي. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة، بتخلي الطبق ينور. دي البامية، تخش على اللي بعده كرومب. طبق الكرومب فين؟ هو ده سلطة الكرومب اهي. تستاهل والله، اللهم صل على النبي. اه سيرفيس كرومب حلو كده. ناخد الكرومب هنا، اللهم صل على النبي. سخنة سخنة. هاد الكرومب بتاعنا، الله. لسه ما خلصتش بالله عليك، اصبر على رزقك. كرومب اتبل اهو، طبعا ده مستوي جاهز زي الفل، واخد النعناع اليابس، واخد الكمون، واخد الشبت. بما ان الاكل بتاعنا هيلسي، شوف التركيه اللي جايه دي بقى عشان تدعي لي بالله عليكي، ادعي لي في سرك. بص على الحلاوه، شوفان. هوبا، شوفان بدل الرز على الكرومب. اه هي دي بقى الرشه، بس لازم الشوفان ينزل على الكرومب وهو سخن. عرفت ليه؟ عشان الشوفان يدوب يبقى طري. اه الف هنا وشفا، سلطه الكرومب بالشوفان حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس. الفكر الطهوي لا يقدر بالمال. اه يقدر بايه يا عم الشيف؟ بتسلم ايدك يا شيف مغازي. اه حلقتنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، بساطه سهوله مرونه. قدرنا نعمل مطبخ صحي له تفاصيله بالخبره الطهويه المدروسه والعلميه. قدرنا نعمل التشيز كيك هيلسي، المقادير فيه بس شويه زبده عشان البسكويت. عملنا الباميه بطريقه لطيفه وحقوق الطبع لدينا وبس، كمان الكرنب بالشوفان وده برضه حقوق الطبع لدينا وبس. يعني صحتك في اكلتك، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم حد من كل اسبوع. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.